بديت المظله منذ 2011 قاعده تشهد في انقطاعات متكرره للماء الغير صالح للشرب. مؤخرا منطقه برج العكارمه، الحي القبلي من المعتمديه ومنطقه السقي شهدت انقطاعات متواصله في بعض من الاجزاء دامت ما يقارب شهرين. الى جانب ثم برشا معنا مجموعه من الاعطاب اللي تصيب الشبكه واللي تتسبب معناها في ايقاف تدفق الماء، وهذا واضح جدا راجع بالاساس التاكل من الشبكه اللي تقريبا عمرها من 1983 وما هيش قاعده معناها تتعرض لصيانه دوريه. يعني القنوات اللي قاعده تجيب في الماء من القطار، خاطر نحن في معتمديه المظيله رانا نشربوا من القطار، القنوات اللي قاعده تجيب ضربتين مكسره الى جانب يعني حتى القنوات اللي موجوده في صلب المعتمديه. وكيف ما قلت هذا راجع بالاساس الى قدمها وتاكلها. الاشكال الثاني هو انه الانقطاعات هذه تزامنت فقط في فتره الصيف. ليه؟ لان نحن نعتقدوا واللي هو للاسف السلطه ما حبش تصرح به، وراو كيف نقول السلطه سواء السلطه السياسيه او حتى اداره الصنات في حد ذاتها، منسوب الماء اللي تشرب منه معتمديه المظله ضعف. من اليوم 17 امبير، يعني استهلاك عالي جدا للماء فيما يتعلق بغسل معناها الفوسفات والى اخره، جعل المائده المائيه في ولايه قفصه ككل تتراجع بشكل كبير. والغريب في المعادله هو انه مهما يشهد الاستهلاك البشري من القطاعات عمره ما يتذر الماء اللي ماشي للاستهلاك الصناعي. شركه فوسفات قفصه مع المجمع الكيميائي ما يحبسش علينا، يحبس علينا نحن وما يحبسش عليها. والله كان الماء قبل مش هم يقص علينا، ما كان يقص علينا صحيح الماء بسد، اما بقى بالنسبه بسد مش ما عادش يشرب، ما عادش يشرب على قاعده. علاش ناس ولا ماء خايب وموسخ مصدد، لان بالنسبه فيه ريحه ومر وما عادش فيه حتى شيء. تو العباد تشوفك هنا تشوف كمين تاع الماء اللي تبيع ما نشربوش من السبالة، مش صحيح، ما نشربوش من السبالة أصلا، كان نغسلوا بيه، نتبضوا بيه. نجيبوا من السقي معناها في البتاتي من السقي، نزول المظيلة نعبوا فيهم من هنايتي ونروحوا يصير بينا نهار معناها في السخانة والتعب والوحدات، والماء ديما مقصوص، جبات السونات هنا ما يخدموش حتى كتقار حلقوهم برا شوف القياس كلها محفر، باي ماشي ومجي تلقى ال 50 55، راه تمشوا حتى للمعمل السي بي جي. معناها نعبوا من السي بي جي ونزلوا الساقي ونصبوا في الغنم وزيد نرجعوا حتى الدوش ما يقولش باش ندوش ماشي مرتاحين وصايمين رمضان وقت شوف السخانه. راهو كيف تاخذي اي مواطن من معتمديه المظله وتهزي تعملي له اي تحليل ممكن، اتاكدي مساله الكلى موجوده، مساله الكالكير على مستوى يعني معناها سنينه على مستوى معناها فهمنا موجوده بشكل كبير ياسر خلاص، لانه الماء اللي نحن من المفروض نطالبوا به، راهو نسيت اني تنقول لكم راهو غير صالح للشراب في حد ذاته، نسبة الملوحة نتاعه، نسبة الكالكير معناها اللي فيه عالية جدا، وقت ما نسخنوه فقط يتراكم كالكير على جانب أي إناء يعني تستعمله، فبالتالي معناها شوف المعاناة، ما غير صالح للشراب وينقطع عليك وملزم أنك تخلص بمقتضى عقد تصحه أنت كمواطن مع شركة احتكارية منفردة كان هي بالمجال، وانت مطالب باش تحترم كل النقاط وهي غير معنية بأي شرط. الماء الصالح للشراب قاس علينا برسك الشهر شهر ونص، كلمناهم المرة الأولى برسك الشهر التالي كلمناهم جو عملوا رواحهم صلحوا، لكن بعد التصليح فما دي بارتي فيها الماء ودي بارتي ما فيهاش، فما دي زون ما فيهاش الماء. زدنا كلمنا السيد المعتمد وكلمنا مدير الصناد وكلمنا السيد الوالي، لا حياة اللي من تنادي. الحالة ولت مزرية ياسر، ولينا نشرو في الماء بالفلوس ونخلصوا في الصناد وما نطعم. كلمت عرافي المديرين نتاع الكوباني السي بي جي، قلت لهم يعطونا دراكتور ولا زوز هم كمام على الاقل النقص للحكايه هذه، ما وافقوليش، حبيت نحلها بحكايه سلميه. عامين التالي اعطوني دراكتور، عندي عامين نخدم عليه، نخدم ونجيب المال للعباد وناس ساكته مادام جايه الماء كمام انا وحل انا ومجموعه السكان اللي ساكنين هنا، ما لقينا حتى حل الا مشينا وقفنا في الكياس.
عنا السي بي جي وسيلة الضغط الوحيدة اللي باش يسمعونا به. عملنا وقفة احتجاجية من با أربع ساعة أربع دراج وروحنا للروح. ما راعني إلا العشية جوني هنا جماعة الفرقة فرقة الأبحاث جابوا لي استدعاء. مشيت للاستدعاء، مشيت لمكل مضغوطة، ردوني إرهابي، مانيش ما عادش إنسان عادي. قالوا لي كان وقفها أي واحد آخر متى ما يخدمش في السي بي جي يكون حاجة عادية. أما قالوا لي مادامك أنت مسير في شركة فاس قفصة ما يزمك تحبس، يزم تموت حاجاك نموت بالعطش ويمرضوا صغاري بقلة الماء وما نحبسهاش. قعدت موقف ليلتين في الجيول في المركز، مركز الحرس بلالة، ثلاثة أيام. نهار الثالث باش روح، والتهمة تعطيل حركة السير وتعطيل العمل بشركة فوسفات قفصة، والتو القضية مازالت سايرة. هذا بير من أحد المشاريع اللي رسمتها الدولة في إطار محاولتها لتوفير الماء صالح للشراب بالنسبة لمنطقة سقي، وكذلك في دعم النشاط الفلاحي في المنطقة هذه باعتبارها ترتكز أساسا على الفلاحة البعلية، فأنها باش تحولها فلاحة سقوية. انطلق من المشروع هذا، جابوا الآليات، جابوا المعدات اللازمة، بدت مسألة التنقيب بعد ما وصلوا على عمق كبير برشا، مانيش متأكد لكن تقريبا من 2000 متر وتقريبا. الواحدة أن الماء اللي خرج أو وفق تصريحاتهم هم كان يعني ماء ملغ غير صالح للشرب وغير صالح كذلك للاستعمال معنا الفلاح. ثم بعض الأصوات من هنا هناك تقول أنه ملف معنا الفوسفات هو اللي يخليهم يعطوا معطيات معناها مش صحيحة، باعتبار أنه يسكروا معنا الملف باش تبقى المنطقة هذه معنا بلا ماء، لأنها هي نوع من المجال الحيوي لشركة فوسفات قفصة. البارح بايت لهنا، راني جيت يعني خزيت ستيرنا والبارح بايت لهنا. يعني عتم صالحي ضاعت، يعني مع تضلك عندي مسرح تضيع علي على جال الماء، لانه ما فيش حتى شيء. البارح جيت حكايه 8 ونص، عبيت الصباح حكايه 7، خرجت 7 صبيت الماء للقلم ورجعت باش نعبي ستيرنا اخرى، لكن الماء ما تمش حتى ستيرنا معبي، ندوروا عليه ما يسيرش، ندوروا عليه ستيرنا هاينا هذه فارغة ما فيهاش، فهمت؟ هذه فارغة نمشوا لهذا. تنولي نمشي نعبي بدون من عنفول بدون ومن بطية زاد ماهوش من السبالة ولا هو مجمور خلاص السبالة ما تمشيش خلاص. والله هيدا كنت نجمل ها ونجمل كيف نكاف في الصفال مثلا ولا في البادين وفي بانويت وبعدين بدنا نغسل. هذا وش بالطاس؟ هذا إذا كان القاع باش يدوش. إذا كان القاع باش. توا هو اللي يمشي في النهار بعد تشد على السريق. بعد تشد على السريق ولا في النهار. قبل ما يمشيش، يقعد بالعشرين يوم ما يمشيش، بالعشرة أيام ما يمشيش. وبعد كي تشد على السريق ولا يمشي في النهار وفي الوقت ضايق وصول غدوة الصبح.